نروح بقى لفريق 2003 اللي تعادل ايجابي مع الزمالك في ملاعب الناشئين بمدينه نصر، ايضا قدوا مباراه قويه، تعادل ايجابي 1-1. هقول لحضراتكم برضو تشكيل المباراه وتشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى: زياد ايهاب في خط الدفاع، احمد داوود ومحمد احمد وعبد الجواد عبد الرحمن واسلام عبد الله في خط الوسط، يوسف نوفل ومصطفى ابو الخير ورأفت خليل وميدو نبيل وفارس خالد، وفي الهجوم سمير محمد. ده كان تشكيل النادي الاهلي. نروح نشوف بقى مع حضراتكم ملخص المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الأهلي والزمالك بنتيجة 1-1 لكل فريق.